أهلا بحضراتكم مشاهدينا. أولى الفقرات هي قراءة في أهم الأخبار والمنشطات، ولكن القراءة أكثر تفصيلا بسعدنا يكون معانا من خلال اتصال التليفوني أستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم. أهلا بحضرتك أستاذ رفعت. أهلا بك، صباح الخير. صباح النور. هبدأ مع حضرتك من جريدة الأهرام. تعزيز الطاقة المتجددة من أجل التنمية. الرئيس تأسيس البنية الكهربائية للمشروعات القومية لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال، وده اللي وجه بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. تعليق حضرتك وقراءتك للخبر. استاذنا عشان نعرف اهميه ما التوجيه بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي في موضوع الطاقه الكهربائيه، عايزين نرجع بس ورا شويه على سنه 2012 و2013، لما كانت الطاقه الكهربائيه بتنقطع عندنا في مصر ما بين 10 الى 12 ساعه في اليوم، صحيح. معناها انهيار اقتصادي للدوله، لان احنا لازم نملك اولا قطع غيار لاصلاح حتى المحطات المتوقفه او وقود لتشغيل المحطات بشكل جيد، بالاضافه اللي كان موجود لا يتناسب مع احتياجات لا مصانع ولا اناره ولا كل المشروعات التنميه اللي موجوده. فعلا وبالتالي كان هدف الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى رئاسه الدوله حل هذه المشكله بشكل سريع جدا، والحمد لله في سنه واحده، وده انا دايما بقول عليه وبكرره، ده كان بمثابه اعجاز قبل أن يكون إنجازا، وتوقفت انقطاع التيار الكهربائي وتم حل المشكلة. لكن بدأنا نزيد من الطاقة الكهربائية خاصة بالنسبة للمحطات الحرارية والمعتمدة على الغاز، لأن الطاقة المولدة من خلال المياه زي السد العالي وقناة النجع حماد وخلاص، خلاص احنا استهلكنا الإمكانيات الطاقة بتاعت السد العالي، يعني ما عادش في زيادة يعني. تمام، وبالتالي لابد ان نبحث عن مصادر البدائل، اخرى صحيح. وبدائل اخرى واشكال اخرى لتوليد الطاقه، سواء بالنسبه للمحطات الحراريه او الطاقه الجديده والمتجدده زي طاقه الرياح، زي الطاقه الشمسيه، شمسية، تمام. وايضا بالاضافه الى ذلك بدات الدوله تتجه الى انشاء المحطات النوويه بالطبع على سبيل المثال، وهنا بدا عندنا يحدث فائض من الطاقة الكهربائية والحمد لله، الحمد لله. ونصدرها عند الذروة بعد الذروة للدول المجاورة. ده تأثيره إيه يا أستاذ أنور؟ إن أولاً كل المشروعات الاستثمارية والتوسعات اللي كانت موجودة الحمد لله توفرت. إن هو يعمل مشروعات استثمارية في أي مكان. صحيح. ومن هنا ما دام الطاقه متوفره، ما كمان اعزز ذلك بان تركيزي يبقى اكثر على الطاقه الجديده والمتجدده عشان نسبه التلوث والانبعاث الحراري وخلافه، وعندنا في بريمبان اكبر محطه طاقه كهربائيه عن طريق الطاقه الشمسيه في نعم العالم كله. تمام فالحمد لله، وايضا بالنسبه للمناطق الساحليه نعم اللي نوفر لها الطاقه الشمسيه، وبالتالي ده توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان حتى الجانب المستقبلي نظره مستقبليه، ليس الان الحمد لله عندنا فائض، انما ما بعد 3 سنين 5 سنين 7 سنين، صحيح. اذا خطه مستقبليه عشان التوسعات الاستثماريه والمشروعات القوميه الكبرى، عندما نبدا اي مشروع تكون الطاقه الكهربائيه متوفره بالنسبه له، وده يثبت اهميه توجيه الرئيس في هذا المجال. بالتأكيد. هروح مع حضرتك للجمهورية الصفحة الرابعة. الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الجزائري. توافق مصري جزائري على تفعيل إرادة الشعب الليبي. دعم مؤسسات الدولة وجهود تحقيق الأمن والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا. السيسي نتطلع لدفع التعاون مع الجزائر على شتى الأصعدة وتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية وتنظيم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، يعني العلاقات الثنائية المصرية الجزائرية ودعمها للملف الليبي.
احنا طبعا تابعنا زيارة الرئيس الجزائري مؤخرا إلى جمهورية مصر العربية نعم ولقاء مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل. لبحث كل القضايا التي تهم البلدين، سواء على المستوى الثنائي وتطوير العلاقات فيما بينهما أو الملفات الهامة في المنطقة التي تهم كل دول المنطقة وخاصة مصر والجزائر باعتبار وفي مقدمة هذه الملفات الملف الليبي، صحيح لأن سواء مصر أو الجزائر دولتها جوار لليبيا، وبالتالي عدم استقرار الوضع في ليبيا يؤثر على الأمن القومي لكل من مصر والجزائر أيضا، ومن هنا لابد أن يكون هناك استمرارية في التحاور والمناقشة والبحث عن أفضل السبل لمساعدة الشعب الليبي والفرقاء الليبيين لكي يتفقوا على رؤى واحدة لإعادة بناء هذه الدولة مرة أخرى، لأنها حتى الآن أصبحت بالنسبة لنا أو ما زالت حتى الآن شبه لا دولة، لأن لا هناك جزء في الغرب وجزء في الشرق ومختلف الرؤى ومش صعوبة إجراء الانتخابات صحيح سواء صحيح الانتخابات الرئاسية أو انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة جديدة بعد أن انتهت مدة الحكومة الحالية وإصرار الحكومة قائد الحكومة أو رئيس الحكومة الحالية عدم التنازل عن السلطة إلى سلطة منتخبة. مجلس النواب الليبي طبقا للدستور هو المعمول به اختيار أو ترشيح رئيس حكومة جديد، وبالتالي بدأت إجراءات التقدم في هذا المجال والاختيار ووضع ضوابط الترشح. إذا موضوع الملف الليبي مهم جدا لكل من الجزائر ومصر في المقام الأول، من هنا جاءت أهمية المباحثات بالإضافة إلى التأكيد على تقوية العلاقات السلمية بين البلدين واستثمار نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس تبون الرئيس الجزائري لمصر والاتفاق على مجموعة مشروعات ومجموعة اتفاقيات لتعزيز العلاقات السلمية بين البلدين. تمام، هروح مع حضرتك للأخبار الصفحة الخامسة. المستشار بولس فهمي يؤدي اليمين رئيسا للدستورية العليا. السيسي يعرب عن التقدير العميق والهام لدور المحكمة. طبعا المستشار بولس فهمي كما نعلم مسيحي ويعتبر أول قبطي أول مسيحي يتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في تاريخ مصر. تمام، وهنا لها مغزى ورسالة، نحن شعب واحد لا فرق ما بين مسلم وبين مسيحي، وهنا تحقيق مبدأ المواطنة بشكل جيد جدا وعلى أرض الواقع. ليست هناك وظائف كما ودي للأسف بعض الدول تم ابتلاءها بأن المناصب اللي فيها بناء على توجهات الفصائل الدينية فيها، ودي عاملة مشكلة كبيرة جدا وأقربها لسه زي ما احنا شايفين لبنان مثلا والعراق وخلاف. صحيح. احنا الحمد لله نسيج واحد، وطن واحد نعيش فيه ويعيش فينا، وبالتالي كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس رئيسا للمحكمه الدستوريه بصرف النظر عن كونه مسيحي او غير مسيحي كان قرارا هاما جدا، ولكن لكونه مسيحي برساله للجميع وللعالم كله أننا لا نفرق في المناصب بالنسبة للديانات، ولكن الحكم الأساسي هو أن كل المصريين سواسية في المواطنة وفي هذا البلد الذي نعيشه. بالتأكيد. هروح مع حضرتك للأهرام الصفحة الثامنة. مدبولي يبحث مع القصير ملفات العمل بوزارة الزراعة لجان بالمحافظات لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، ولسه ملف التعدي على الأراضي الزراعية مفتوح رغم اللي بذلته الدولة في هذا الصدد. وسيستمر يا استاذ نوها اذا خفت قبضه الدوله في هذا المجال، لان للاسف هناك ثقافه ما زالت موروثه عندنا وخاصه في الريف ان لا نبني على الارض الزراعيه ما دام هي ملكنا وكده، وعشان لا ابنائنا ولا احفادنا وخلافه، وهم لا يعلموا ان هنا بيؤثروا بالسلب على مستقبل الزراعه في مصر وعلى قوت الشعب المصري كله، لان هذه الارض محدوده كمساحه على مستوى الدوله كلها، الارض الزراعيه نمره اثنين تكونت على مدى الاف السنين ولم نستطيع ان نعوضها،
مرة صحيح أخرى، صحيح وعملية استصلاح أراضي في أراضي رملية لا تؤتي أكلها إلا بعد 7 8 10 سنين كمان من عملية والتكلفة بتبقى عالية الاستخدام. جدا عشان يتم استصلاحها كمان يعني. بالضبط بالضبط، ومع وبعدين ذلك عمرها الدولة ما بتلاقي يعني نفس قوة الإنتاج الدولة بتاع ماشية الأصل في بتاعها. جميع الاتجاهات، إذا كان يعني إصلاح على الأراضي الصحراوية، ولكن في نفس الوقت لازم نحافظ على الرقعة الزراعية اللي موجودة بالضبط لدينا. بالضبط، لان حتى استصلاح الاراضي الصحراويه هو لمواجهه الزياده السكانيه، ان مش سهل لا يتيح ان انا ابني على الاراضي الزراعيه. ومن هنا صحيح كان اولا وضع الضوابط الشديده جدا والتحذيرات لاي حد يبني، منع نهائي على البناء على الارض الزراعيه من ناحيه، ولكن من الناحيه الثانيه الدوله بتحاول انها توجد العلاج والبديل امام الجميع، وهو إنشاء المدن الجديدة وتوفير السكن فعلا الملازم، فعلا حتى لا يكون هناك وسيلة أو مبرر إن إحنا نقضم هذه الأراضي الزراعية، وكفى ما خسرناه صحيح من أراضي زراعية على مدى عشرات السنين الماضية الذي يزيد عن 1,000,000 فدان من أجود الأراضي الزراعية للأسف للأسف. ومن للأسف هنا كان التوجيه دائما دائما باستمرار متابعة حالة التعدي على الأرض الزراعية وإزالة التعدي على نفقة المتعدي في لحظتها في مهدها، ولا ننتظر إن يطلع المبنى 3 4 أدوار وبعدين نبدأ نقول له مخالف أو نعمل قضية ونخش معاه. لا، تزال المخالفة من مهدها على طول، ويكون رسالة للجميع أي حد هيبنى أرض زراعية غير مقبول على الإطلاق. بالفعل. الأخبار الصفحة الثالثة، تكثيف البحث عن البترول بالمناطق البكر في البحر الأحمر الملا، إطلاق مرحلة ثانية من المسح السيزيمي وخطة الحفر وزيادة الإنتاج. البحث في أماكن جديدة عن البترول في مناطق البحر الأحمر. لقد أبين لحضرتك أهمية هذا الخبر يا أستاذ أمير بشكل كبير جدا. أولا نحن ما اكتشفناش حقل زهر واستفدنا به في البحر المتوسط إلا بعد أن تم ترسيم الحدود البحرية بيننا وبين قبرص واليونان وبين الدولتين مع مصر، وبالتالي حدد لكل دولة منهم المناطق الاقتصادية التي لها حق استغلال القنوات بتاعة البحر المتوسط في هذا المجال. البحر الأحمر لم يكن هناك ترسيم للحدود البحرية بيننا وبين المملكة العربية فيما بعد، وبالتالي تم ترسيم الحدود البحرية، أصبح كل واحد محدد له المناطق التي يريد أن يرتكب فيها آبار أو أي قنوات معدنية في البحر الأحمر، وبالتالي طبقا للقانون الدولي وطبقا للاتفاقات الدولية. هنا تأتي أهمية هذا الخبر، لأن هناك غاز موجود في البحر المتوسط أكيد هيكون برضه مماثل في البحر الأحمر بالإضافة إلى ثروات أخرى، وحتى آبار بطون أيضا بحرية كما هو موجود في الدول الاسكندنافيه واكتشاف اثار هناك بسبب بحريه يعني. ومن هنا بعد تم ترسيم الحدود بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه، جاء وقت تكثيف البحث عن الغاز وعن البترول في البحر الاحمر في المناطق الاقتصاديه الخاصه بمصر العربيه، عل وعسى الله نستفيد منها ويكون خير على مصر. إن شاء الله هروح مع حضرتك للأهرام الصفحة الرابعة. مجلس النواب يوافق على قانون المجلس الصحي المصري، رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، استحداث شهادة معتمدة البورد المصري لجميع خريجي كليات القطاع. وأعتقد إن ده ملف هام جدا خاص برفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية. وزي ما حضرتك كده يا استاذ امان، ان المجلس ده مهمته ان هو القمه على استمراريه تدريب الاطباء كلهم في مجال تخصصهم على اعلى مستوى وعلى احدث الاجهزه، وايضا تدريبهم على كل ما هو جديد على مستوى العالم كله، لان دي مهنه كل يوم تجديد، يعني الجديد فيها اسرع من اي مهنه اخرى، وبالتالي لابد يكون الاطباء بعد تخرجهم وممارستهم العمل سنه واثنين وثلاثه ان يستمر في التدريب والاطباء على الحديث دائما
حتى يكون في دفاع عليه ويقدر يستطيع او في التشخيص او في ادراك العمليات الجراحيه او الاسناد الصحيح بالنسبه للمريض. هذا لن يتحدث الا اذا حدث هناك نوع من التوفير في الشكل بالنسبه للتدريب دائر الاطباء واعتماد شهاده اللي هي البورد الصحي زي ما هم في انجلترا على سبيل المثال، لما مثلا الدكتور فلان الفلاني زميل كليه كذا البريطانيه يعني كما نسبة كبيرة تحدث. جدا من الأطباء المصريين بيحرصوا على الحصول على البورد ده. بالضبط بالضبط، احنا عشان ده بالعدل ده الشهاده تعظم من قيمته وتعظم ايضا من قدراته وتعظم التشخيص وفي العلاج، وهذه هي مهمه المجلس صحيح الشهيد الذي تم تشكيله. صحيح. هروح مع حضرتك لخبر آخر. القباج 51% من إجمالي المستفيدين من تكافل أعمارهم أقل من 24 عام. أكد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتبنى حاليا دمج الجانب الاقتصادي مع الجانب الاجتماعي مع تأكيد مبادئ التمكين للجميع على الفئات التي تستهدفها الوزارة، بالإضافة إلى الحرص على تعبئة الموارد واستدامتها وتقديم الخدمات بأفضل جودة ممكنة. وملف تكافل من الملفات اللي بتوليها الدولة اهتمام كبير. ده يبين بقى يا استاذ انه ليس مشروع تكافل وصرامه مقصور على كبار السن او المحتاجين لكبار السن، صحيح. لكن عندما تاتي النسبه ان 51% من المشروعات والجهود في مشروع تكافل وصرامه لفئه الشباب ايضا، هنا يبين ما دام هذه الفئه في حاجة إلى مشروع معين، في حاجة إلى المساندة، لابد إن أنا أساعده على إنه يحط رجله على أول الطريق الصحيح في الاعتماد على ذاته وتوفير التمويل اللازم له وتوفير المشروع ومساعدته لمواجهة مشاكل الحياة، لأن دي أخطر فترة في حياته حتى لا يشعر أنه في نوع من البطالة، في لا أمل في فيش المستقبل اهتمام من بالنسبة الدولة، له. بالضبط. يعني بنديله الفرصة ان هو يبدأ حياته يبدأ بصورة حياته سليمة بالضبط، وبالتالي الناس ويكون عنده هتبتدي مصدر تستفيد للدخل. بالضبط، وبعدين هنا نشجعه ونشجع امثاله ان هو يبدأ حياته بشكل غير ده، خاصة ان هذه الفئة العمرية دي هي مرحلة البناء، مرحلة الشباب، مرحلة العمل، صحيح. وبالتالي مشروع تكافل وكرامة يهتم بكل الفئات سواء كبار السن نعم او الشباب ايضا في مواجهة مشاكل الحياة. أستاذ رفعت بشكر حضرتك جدا على قراءتك لأهم الأخبار معانا، ودايما تكون معانا من خلال